ادري من هم ذول. خذ واحدة صد صور والله لا لا لك لك في قصوة يا ما بندانه بيجي لو راح مكان 20 مش ذنبه انا مالي عاد لك تجي متاخر وصلت على فكره مصور تمام محمد الوهيبي تفضل استاهل حمد سلام يا ابو رقمك كم يا كاش ليش بس 5 عند بار ما ادري يا شباب انتم جاهزين في مركز بن حامد تعال حيا تعال حيا تعال ما شاء الله محمد الخير كتير ايه الحمد لله كم 900 تمام محمد الوهيبي 900 اذا تعد واحد واحد وده الثاني اثنين ثلاثه مع بعض ثلاثه الرابع اربعه خمس خمسه سته سته سبعه سته ثمانيه سبعه تسعه ثمانيه حبيبي خلاص يلا ايه 100 200 300 400 500 600 700 800 800 شفت بالضبط 800 900 ارضى بقليلك يا اخي او ما محمد العبد الله العماني تمام يا اخي فين ريحه شيء يا جماعه الراتب نزل شايف على الصرافات محمد عبد الله الراتب نزل عبد الله صح استلم حبيبي هلا تمام انت تمام الحمد لله ما استلمت كويس جدا هذا هيثم هيثم يلا هاك جايه اللي يجي بدري ماله ليش والله يرضى عليك والله انك انت شوف شوف تلومني يا مصيح من ما ترفع رجلك حقك ورا ورا شوف ما ترفع رجلك حقك عارف لو في حاجات كده بتبقى صعبه على الواحد بس يعني بيحل يعني انا ايه الخير واجد وانتم كريمين احنا نستاهل كم يا طيب 1000 ريال كيف بس تاني ما والله ما ابغاك يا اخي ما جايك يا اخي امشي هنا جنني ذا واحد يا الهي الثاني يا الله الثالث يا كريم الرابع زيد يا رب زيد الخامس خامس نعم وده السادس الله اكبر السابع اي نعم الثامن اي نعم التاسع ايوه تمام طب اني جيت بدري مالي مكافأة ولا قلبي مش قادر ها تمام دقيقة عشان نتأكد عشان إبراء للذمة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة جميل الله أكبر هيثم توصي شيء ما يحتاج توقيع ولا حاجة فيش مية كذا مية أنت اللي تعطيني عادي أنت ما شاء الله الخير عندك واجد أنا أخذ دلي أنا هدي لك أحد سعود سعود غربي سعود فهد سعود فهد سعود فهد زلطك فلوس قا دورك فلوس 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 قرض يا اخي ما ودك تطويها صح ما ودك تطويها صح لا كذا سعود فهد هلا كم هلا كم يا اخي استحي اقول لا يا اخي مبروك الفوز كذا والله صدق صدق 1000 ناقص 300 سلف طيب خبزي سلف مين صار اخي بيجيك الله 700 واحد يا اخي والله واحد هذه البدايه ثاني ثالث رابع لزق تنتين خامس تني ما شفت سادس يلا تني ما شفت معلش سبعة بس والله باقي 100 باقي 100 ليه ترى بقاضيك قاضي ترى انا فاضي بروح المحكمة على المحكمة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الله يرزقنا آمين الله يرزقنا حبيبي تفضل خارني شيء اخوي خلاص رح تعال تعال والله شيء تمام ايه ده خالد حامد
خالد دراهم دراهم نفكس مصطفى يطول انا ولا يطول انت كم هات عشان نبدا في استثمار حبيبي اهلا بك دراهم واجد يا حبيبي عندك كلب كلب البحر كلب البحر فين كلب البحر لكن حقد بالعطارة ان شاء الله الصندوق هذا تمام ان شاء الله ان شاء الله تغلط هاب لي زياده الله يبشر ان شاء الله يا رب يعني حد يكره لك واحد كذا ما راح تغلط وده الثاني ما انت بقرا بوصله الكل الثالث ما حتغلط كذا سيدي الرابع هاب لي دراهم واجد الخامس السادس والسابع والثامن التاسع العاشر هل يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام يا سلام ابو حامد حامد طابت ايامك اخر مصطفى والله خاطره طيب الله يسعد الوجه الله مبروك خالد الوجه شيخ مبروك كذا رضا يميت اهل خلني اعدها مصطفى انت لابس نظاره زي بدون عدسات 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حبيبي مصطفى انت معنا على طول على حسابك على طول اي حاجه انت بخشك وبخششني خلاص الله ييسر امرك بص هات لي عبد الكريم الحربي عبد الكريم كيمو 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 امشي يا واد امشي عجل بمشي يا واد امشي امشي يا واد امشي امشي تعطيني فلوس لا دين هو السلام عليكم انا لا حاسس انك ناخ نفسك يا ولد بتعطيني فلوس انت صح اهلا ما كنت اخذ 1000 وكنت اهتم فيه شوف صل على رسول الله انا بالنية اخذت الفريال بس هم ادوني 800 يا اخي اما نيتي اني مستقبل الفريال والله نيتي لذلك انتم كريمين حتى هم ادوني 500 بس يعني هم مكتوب هنا انك اخذت 800 بس نيتي 500 مش عارف لا صل على النبي عشان نكون متفاهمين انا ابغى ريالات ريالات 800 ريالات شويه وقايل لك من قديم ارجع خلاص ها لا ترجع ثاني ريالات لا 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 بس عارف شغله التوفير اها نعم حبقول لك عشان انا اجهز الحين لك حبيبي الفلوس ثابته ما بخشيش ما في بس روح اجهز للشخص اللي عبد الكريم الحربي كم كيف بنيتك يقول لك ايش اعمل بالنيات اعمل بالنيات طيب انا نيتي اقفل على 800 معلش خلاص ما مشكله اذا كنت ابغى كذا اخي 200 تفدات اثنين دقيقه يا اخي ما فيها خط احلف والله ما في شوف قسم بالله خلاص هتها واحمد لك رجاء والله انا راضي فيها اصلا ما ها كذا اثنين ثلاثة أربعة كذا أربعة في النص عارف خمسة باخذهم من هنا ستة سبعة كذا احسن ثمانية الله يسعدك مصطفى والله يا مصطفى تشرفنا فيك طال عمرك اي خدمه اي شيء تبغانا نحضر والله العظيم شفنا مدينه شيء ها نقول والله العظيم تبغى عجوة تبغى شيء تبغى فسايل يا رجل مش ملاحظ انك قلت لي كثير وهم لله اليوم حراره يا عيال كان الجو مصيف اليوم كان صيف شوب في واحد معاه 1000 ريال بيجيب هواء اكثر امانه طيب ما هايط عليك تمام مين عم ندي لك مين ظافر ايه فين ظافر ظافر ابو حامد تعال اليوم شوب كتير شوب انا مشوب اليوم شوب الله يبارك فيك تمام فرحان بقى و الشعر الله يوصف فيه رجل طيب ظافر انت كنت اخذت كم 800 400 المره الاولى 400 المره الثانيه لا مذاكر مذاكر تخصص اداره اعمال واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ايوه سبعه ثمانيه انتهى الف مبروك الله يبارك فيك ظافر تم عندي فين معاذ لا الحين بنادي لك معاذ فين معاذ لا شكرا ها عايزك تجيب لي معاذ 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 وينك يا معاذ 100 نشوف شو اسمه لا انا عايز معاذ ذاته دير بالك معاذ بذاته معاذ
معاذ ايه معاذ معاذ الكماس يا رب احس اللي بياخذ الجاي كيمو كيمو هتلف وترجع لي احس انه فارس بياخذ الجاي انا ابو حمدي ابو حمدي احس انه بيطيح بالبرايم الاول اي ريال بيجوع رقبه السداد بيجوع لا مستغرب انا شفني الحين مع طنينا لا لا خلاص انت لسه ما بدا تعال معاذ خلاص معاذ واخركم شو مشكلتي يا اخي معنا معاذ معاذ عطح عطني هنا هو يجي دلوقتي هاتو طيب ايش دخلني معاذ انا انت بعده انا مالي يعني لازم بالدور طبعا طيب اسمعني اعطيها اعطيها انا اعطيها معاذ لا لا والله الله اعطيه والله اوقع انا عادي والله لا لا المشكله انك انت اللي حتوقع يا اخي عطني طيب حقي انا مالي مال معاذ انت مش ملاحظ ان الحساسيه دي جديده قوي اليومين دول؟ اه الشتاء انا عندي على طول تجي خصوصا اذا شميت ريحه عطني خلاص ابعت هاد بدر اجي هاد اول العالم انا فين بدر قحطاني فين بدر قحطاني بدر بدر اسكت اسكت عشان يعطي ما هو موجود اسمع اسمع عطني ترك محمد يا لا 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 والله ما ينفع ما انت كده مطول لا يعني كده امسكه يا مصطفى فين بدر ومعاذ بدر ومعاذ هذا ترك هذا ترك محمد تعال هذا ترك محمد خذ الثاني والله هذا ترك محمد تمام تعال تعال يا ترك لا بتغلى علينا مصطفى ما يبغى يعطي حقي ترى حقي ما منك شيء هذا حقي مجهودي تعبي انا انا قاعد اخذ حقي بس يعني ما تجي ولا شيء وريان ها لبه لبه عيونك واقول لك ذي عندك انت كنت هناك صح؟ ايوه اني قاعد اقول هناك اني كذا لازم لازم تعطيهم قوه كذا بعدين يحاول يكون صديقك بالدراسه بالله اسمع مصطفى معاذ ما ادري خلاص ترى نمزح معك يا معاذ فهمت؟ اذا تبغى تعطيني شيء عادي ترى بيني وبينكم ها والله اسال ها مقدر حفظك على حبيبي كل جاي يسلم عليك تركي محمد ترك محمد فكرني كده بنفسك كم؟ ها؟ كم؟ انا ما اخذ 1000 ما اخذ شيء لو ما اخذتش 1000 مش تاخذ حاجة؟ خلاص خذ 1000 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر اللهم زودها وبارك فيها اللهم لا تنقصها اللهم اجعلها لنا خير اللهم بارك في مصطفى امين فين بدر قحطاني طيب متى نخليها عندك هات لي بدر يا بدر السلامة مني سلام من عليكم علمني انت ابو حمدي هذه 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 بيجي في جبهتك بس عندنا بجد اللي كذا يفر نقول لا شباب امسكوه وربطوه سمعت الكلمة ذي في واحد يبغى له تربيط والله ابو حمدي يبغى له تربيط جدا ابو حمدي مين يربط ابو حمدي انت مجنون حوث انت قاعد تحوم على الفلوس كاميرات كاميرات هو اللي اكتشف كم رقم 6 كاميرات ما ادري كم 16 شهر عقبال ما نزف عليك يا رب يا رب حياتك عمرك اذا سبت ارباعكم من القريه كامله العائلة ان شاء الله شباب كلكم بعد اول ابراهيم راح تعرسوا ان شاء الله لا دقيقة ابو حامد دقيقة والله والله ان دقيقة يستاهل الشخصية الزينة دقيقة لا انت 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 يا خلاص يا رب يا انت يا شيش على الودي يا شباب في كفا شيء فارس ها ما هو يا شباب هو خايف يظبط بظبطه يا عرب انا بظبطه انا روح جسمك روح يا عرب تعال 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 بسرعه 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 اعطنا زفه يلا اظبطها اظبطها بيظبطها اظبط يا حبيبي يا معارس يا اخي انتظر بس معارس 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 تروح معارس جاهز نجوم تمشي يا علد صغير قوي يا شباب في كفر يا عمي شو
حاضر يا رجال انتظر راسه ما شاء الله زيت يا رجال كذا راسه ما شاء الله والا دار البوكس ايوه بس خلاص انتهت السالفه مبروك جاك المارس جاك المارس سلم على المارس سلم عليه لا تخرب الغتره بقول لكم يا جماعه الخير عليه ايش حالك هلو هلا ايش حالك انا جاينا اخذت مني ترى الجيم هو عبد الرحمن اللي يجيب الاخر يتسع مارسنا خذ عنيتك خذ عنيتك اصبر راسك شيء بطل مني طلب مني هذا بطل اوريك شخصيه والله اوريك ايوه سلام الله مين مشخصينك تو شوفها شخصيا انت يا سيلفي 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 بسرعه سيلفي بسرعه يلا تعال سيلفي سيلفي اعوذ بالله يلا وقيها سيلفي سيلفي لا مو سيلفي فيديو فيديو من بعد زين محمد حمدي نورت شكرا شكرا خلاص شكرا اسمع اسمع عطنا شو اسمه من بعد زين كله خلاص خلوه خلوا المجال له اسلم على الرقاقيل الرقاقيل بور حضرتك نبي منك شيء خالد خالد شوف شوف ارجع ارجع في المنصه انا ارجع في المنصه شوي ايوه ايوه انا الخوي انا الخوي اسمع عطنا من بعد زين كله بعد ما سلم على الرياجيل 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 يا في البداية كده هذا هذا ليش يا لو سمحت تفضل سريح الحرس الحرس بتاعي الحرس بتاعي لا أحد يقرب لا أحد يقرب الرياجيل 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 لو سمحت أخوي يا شباب جماعة الخير جماعة الخير بيجيك طول عمره الحين اضبط امورك لا اعطوا الصبح بعد اعوذ بالله السلام عليكم سلام وش حالكم سلام نضب ماجورين السلام هلا هلا هي وش حال الرياجيل عطهم يا سعود شب النار ارجع 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 على ميركم يا سعود شب النار اعطوا كل واحد سيارة حسن يقول صيادة كلام تتحمس تقول تفضل تفضل عمرك وبيت الله الله اعلام كلام اعلام شو اعلام وانا وش اعطيهم انت جابنا فداك ما عاد شفت شيء انك عد عد زبط هالرجال شيخ حمدي عندي قصيدة بعدين ايش اللي كلمني انا طلع لسانك يا شيخ حمدي البارحه الليل غمضت شيخ يا سعود شب النار وجيب القهوة بس تكفى عطنا شركة من بعد زين كله يلا 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 لا حد يشارك لا حد يشارك الحالة ماكو انشودة شيلة شيلة الانشودة نفسها الانشودة نفسها عطنا اياها ايش بيت شعر اول شيء يعني مرحبا بمنبع فهمت واضحة والله شيخ يا مرحبا لمنبع الزيني كله يا دوى الخفاقي من كل علة صح كده الكلام يا شيخ انا حق جوجل يا عيونك اعطيه سيارة هاي فرقة يلا يلا بالعربية عرفت اذا تتكلم انجليزي ابشر مرحبا ده خاتم والله لك حب ترى في القلب تسلم 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 انا شملت اصبر طال عمرك فلوسك ما شاء الله خيرك خيرك مغرقنا طال عمرك جيبهم معي جيبهم معي جيبهم معي جيبهم معي طلعت العلوم جيبها جيبها انقلع انقلع دمرتها يا ربي لا ما اخذت الشيله الشيله الاول الشيله يا مرحبا بمن باع زيني كله كله كله
كله معليش ايه كله يا ديوال خفاقي من كل عين لا 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 يا لا 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 اقسم بالله اغلطوا هذول اقول اغلطوا يا رجال اصرف سياره يوم اخذت 200 بغيت تجي جلطه العب ابو انا عايز اصرف في صرف بس مش دلوقتي صرف يا شباب مش دلوقتي مش دلوقتي واحد واحد اسمع واحد واحد نرجع ثاني واحد 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 شكلها حلو والله فين بدر قحطان بدر يا بدر يا بدر لا اسمع انا بدر يا بدر خليك يكمل اجا عبد الله جمل جمل الجميري لا في اوفر هذا ترى اسمعني انت 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 غير انت صح سنه واحده سنه واحده رايزو بس لا صدق راح نفل في بدر القحطاني وينه والله برد يا جماعه والله ابراهيم العشاء لذ هذا يا عيال والله جعاني كلنا والله والله ما دخلتوا جعانين والله انت كل جسمه بعد فتره يا سلام ربي مريح انا بسوي يا سعود دل بسوي لي مصيد الحمام مصيد حمام واكل والله استاذ توقع في ذا القريه حمام يا سلام هل يقوز الجوع والله هل يقوز خذ 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 اي شيء ليه اوه زعل ما يبكي من ذا شيء صار الخضر باقي بيجيك ايام الصرف وجهك لي حمر جميل والله هذا يطلع كانها والله يوم بيك رجيم جميل الله الله زياد انت قد سكنت بالجنوب من السنة طال عمرك كيف سكن في الجنوب؟ وين الجنوب؟ كيف سكن في الجنوب؟ قصدي إقامة هناك اي يعني سكنت ثالث ابتدائي سنة واحدة وغيرها ما سكن قلبي معاك كان بيع نجر على المركز ذي هذا كل ربع هنا عماني كل خليني اخوي تحلم اخر يوم طهر عايز قلنا له وقال الشيخ المندي قال الحمد لله احتكاك في الشيبان واجد هناك ماذا بك؟ اجل نمس اجل هنا بقول بقول يعني ماذا بك هذه جنب نمس قراشيعي قراشيعي ماذا بك اشوف ابو مبارك وجهك والله سيارتي باقي من يا اخي فين تذكره تعالوا بيعونا ما كسبوا اذا ما طلعنا فهو ناقصه ايوه اتوقع اللي بياخذ المركز الاول كوافر المركز الثاني دحمي المركز الثالث ظافر ايوه خفت من بطنه ولا انت ايش فيك ال 100 ما اعطاك 100 ما اعطاني ايش بك يا ابو يا ولد ابو النعش هاي ربعين الرجال ذا يا ناس احد يدخون الشباب يا سلام شيخ المندي شيخ المندي شيخ المندي سؤال واضح اتوقع لي صح عنوان ما هو الاسم الذي تثق به شيخ المندي ستايل ستايل لأننا نثق فيهم شوف راح يقدمون نظر للمستقبل هنا سؤال افضل مطعم في العالم وين هذا ما شفنا ايه اليوم الام جئتوا يا عيال ها شوف الاسبوع شوف معه فجاه اخوي شعر زايد من قصه ما تخافش والله لا 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 ولد ابو حامد الشيخ ابو حامد عليه اسمه انت تثق به ما خصوصا اني بشتغل عندك وانا كلمت الشباب راح اشتغل عندكم ان شاء الله انظف الصحون على رسمي والله اي والله بعد المزاد ولا ايش بعد المزاد يعني ان شاء الله انا اجي اشتغل معك يعني راح اشتغل ان شاء الله صحون وصحون اذا تبون ننظف شيء اشيل شيء بس طبعا اتفقت مع شباب الراتب 2500 ما يحتاج 2500 شوي عليك دول يا حبيبي والله شوي عليك والله تهدي قلبي مو بعد 2500 فاكت الرجال الرجال اللي بيطبخ تدري كيف انت بتطبخ ولا بتطبخ الرجال بيطبخ تطبخ ما شاء الله سلمان العام كله دول راتب
وش تبيع؟ كذابين برضو ما حد يطبخ. ممكن يقولوا نظف وما حد يطلع طبخ. لا ممكن انظف سكون بساكن يعني يصير مفتوح. حبيبي والله حبيبي والله حبيبي ما هو مشكله بدون راس. كيف حالك يا شيخ؟ شو اخبارك؟ امين. يقولون آمين. الحلا قبل الاكل صح ولا بعد؟ براحتك بس انت لو اكلت الحين يصدق خليك تاكل. لكن علميا الحلا قبل الاكل والفواكه. 8 9 امشي امند يلا امند امسك عد هي ربيت دماغي حتى عد يلا بقى وانا اللي حايد لا هي غلاسه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 شفت 13 14 15 16 17 18 19 20 الله يهينك انسى امسك ايه عاوز تورثني ولا حي؟ امشي ب 900 بس الوضع كذا. لا والله لا تمام مخلد والله فري يبغى له فري ترى يعني فين مخلد؟ مخلد مبارك تعال باقي ورقه واحده يا فيش انسى مخلد مبارك مخلد مش شرط الاخر اسم ما انا مهتم بيه بس كان على عيني هنا حبيبي اذا جينا نشتري مثلا يرجع لي خمسات وعشرات هتلاقي كل حاجه انا فكرك ما عليك عادي عفطها ولا عادي واحد اثنين ثلاثة ستة متر اكل جواعة ركز معي شوي بدل هذه اللي هم بيعملوا ده اخذ مباركة منهم كانت الف كانت واحد اثنين ثلاثة اربعة اديك مين تديني خمسينتين خمسة ستة مصدق انت مصدق سبعة ثمانية سنة من كم؟ حقيتك على الهواء مباشرة مبروك تسلم كم وديته 800؟ يس اسمع خذ 100 واديني 500 تعال اجلك 500 معك 500 امسك 500 لا 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 ما هو كنت ثقيل عليك معي انا صدق يا سلام قص عليها تمام في الراجع راجع مبروك تعال ايوه في هارمونيات كل شيء كل شيء اسمهم شو اسمه محمد وهيبي وهيثم هيبي وهيثم حلو حلو شغل جامد لا لكن الوضع البرد ايش وضعه؟ والله اللبس ما في اللبس خلنا تك خلنا نشوف هذا سجل برد برد والله برد. لبس والله العظيم ما له حل اللبس طرايق والبرد انا حتى انا والله انا انزعج لا 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 كيف شعور؟ والله الشباب يا اخي حزنين عليهم الصدق كيف شعورك انت؟ انت شخصيا؟ والله الحمد لله والله يا اخي في ناس يا اخي تعبت واشتغلت والله العظيم يا اخي بس لو بس لو بس تفرحهم لو بس تفرحهم يا اخي والله العظيم والله العظيم الجلسه دي تو قاعد استرجعها كانه حلم لا والله انك صادق زدت فرصتك كانك توك صاحي منه اي لا زدت فرصتك قطعت الايام بس قصدي الجلسه اللي تو اللي تو كنا به كانه حلم يا شيخ تعرف اللي طلعت انا قدرت انام ما قدرت انام الين ما قدرت انام الين وين؟ الين ما تعبت من السهر تعبت يعني تخيل جلست حتى محمد حمدي عندي ما يقدر ما 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 يعني ما جاء النوم نهائيا انا منسدح بدلت ملابسي غيرت قلت خليني اخذ شاور اريح ما فايده طشيت جوال صمت جوالاتي احيانا تنشغل في الجوال ايه قلق احيانا ما في فايده كذا كذا قلق الين ما خلاص دخت يعني ما حسيت بنفسي اللي معي الجوال ودايخ نادي والله نفس الفكره انا حتى زادت طين بله انه اكلت لي مطعم استنكرت ما ادري
تحب تحب تحبطني منه وانا سنقل قال بس بعد الفجر كذا بس جاني ظافر سوى زي كذا صحيت والله إيه؟ انا صحيت متى صحيت الساعه 11 متى صبح لا انا ما نمت متى نمت متى نايم انا كنا من الساعه 7 زين طيب يا أو امس ما نمت دايخ انا امس كله ما نمت وعندك الصبح صاحي مع العيال ورحت حلقت وضبطت الامور ويعني تقريبا ما نمت الا على الساعه كم والله شوف انا متاكد جت صلاه الظهر الظهر الساعه 1 انا باقي صاحي اوه يا الله شفت النوم الدوخه ذي اللي يجيك اغماء خلاص اي خلي غيبوبه خلاص شوف سنابات كم صار الله بكر يا اخي كم عنده في سناب والله ما ادري بس عنده كثير ما شاء الله تقريبا ما ادري والله بس عنده كثير كثير امس اماي انا رحت ابي احلل كل الدنيا بروح العالم كله ثم شيء شفت امي كانت عندها في وقت يا اخي انا بتبوك والله ما يمديك يا زين قصين قريب هنا ايه ساعتين 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 وربع ساعتين ابي ادور اتواصل ثم شيء شفت امي كانت عندها الله حزنني الشباب يا أخي يا الله سجة عمل عن الـ عن الـ البر هو لي سجغات شوي منه شالة زي كذا تقريبا ودهم نزيني رويوني وانت احلي بالعيني ساهي ما حط عشام ذولا ايلي ايلي لو يا لي يا ليتي لي يا هلا بالعيال والله يا عندهم شيء يا والله يا هنا انت جيت هنا يا ها نروح غرفة النوم يلا تاتا
شباب كمان حبايب يلا نتقاسم غرف النوم. قاسم غرف النوم اللي يلحق يلحق غرف النوم. لا 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 مو بكذا لا 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 انا اخر واحد في الزاوية. غرف النوم انا اللي في الزاوية ترى انا اللي في الزاوية انا اللي في الزاوية ابن الحلال انت وياه. غرف النوم قلت لهم انا اللي في الزاوية اي واحد ياخذه خذ احسن لي ومخلي تقاسم غرف النوم باب رسينا امي يا له لا يقسم بالله هيثم مظافر وهيبي سريري هذا والله سريري لا 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 خلاص بلس هنا بلس هنا خلاص هنا انا هنا حبيب انها مراتب امنه ايش رايك انها مراتب امنه عند النواب يا اخي الناس الحادين عارف الناس ايوه الدواء فيه الدواء الصوت الثاني هنا عايز ضبط زوايا ها ضبط زوايا اسمه هنا الدرج هاي كان درجي لا والله ابو علمين ابو فهد معليش والله هذا مكاني معليش والله من اول من قبل اسبوع ها خلاص عاقدني هنا جنازه الخطه سلام انا احترم يا شباب كلها عندي الخطه راجع كان خبرك هنا ايوه ايوه انا كنت هنا ما مكاني صح لا 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 دقيقه انت كنت مكاني انا كان جاتلك عنه صح ما العلاج انا لا والله انا لا 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 الحين انا اخويا انا جاي يا سلام جاي من انا اللي في الزاويه عشان انا يعني لا عاد يتفضل انا في الزاويه والله بحييك ايوه خلاص اوكي لا بس روح هناك انا ما اخاف بس انا قال مكانك اضل لي اياه والله مو مكاني والله والله مكانك والله مو مكانك اضل لي اياه ولا اخي مكاني ما اعرفك حبيبي هلا هلا بدينا بالنص نخلد عيال ايه هاي سنين مسك بدنا قحطاني معليش شوف غردي والله مستعد نازلك عنه طش رجال رجال منا ريال عشان اخليه يروح ابو غردي 500 ريال ما ابغى تسجل شباب على علامة سريري هذه والله ما كان يا جماعة انا ببيع سريري عايز اشتريه لا هذا يا جماعة زيك وين اخر واحد مكيف يجيك كذا في النهاية اللي عايز اشتري السرير هذا مكيف يا رجال ببيع السرير ببيعه اللي عايز اشتري السرير 50 ريال 200 ريال اللي عايز يشتري السير بتاعي مكان مميز بطلنا على البحر هناك طبعا ما في تطبيق للسنه ترد على اليسار هنا تنام على اليمين سرير في الزاويه تنام على اليمين معود الشيطان نبدا السوق 300 انا مش مكتوب يا وليد في ميزه معاه جنبك في الكيس هنا الحمد لله واحد عندك الله يسر خيرك تسوي اعترض والله انا معارض شباب شباب انا معارض والله هذا سريري معليش والله هذا سريري بس صدق الصدق الصدق ما حد قال والله ما اقول والله ما اقول والله ما اقول والله ما اقول هذا سريري والله سريري كفك والله انك صادق انا قايل من وراء وش الزاوية؟ اه بس اني ما انصر دينك يا شيخ انت قايل الحق صدق صدق والله وحش والله يا شيخ انا مو رجال شباب شباب تبي اسمع السيرة مين اللي راضي عن سريره؟ انا مين اللي مو راضي؟ انا
انا بميع اللي مو راضي انا انت راضي ولا لا من اللي مو راضي بعد انا ولي راضي انا بشتري سرير راضي شباب اسمع خل الاغلبيه مو راضي عشان اسوي قرعه غصب عنهم لا حبيبي مو راضي مو راضي انا ماني راضي انا 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 راضي صحيح والله خلاص يا شباب بداله ها 100 ريال انا راس مالي 300 انا ابغى ابيع سريري والله كذا قدام الباب والله روح يا شيخ كل من جاب رصيدك 900 100 100 كم تكون ريال ولا جنبي ما ادري ايش هذا 100 100 هذا سريع شوف انا بروح اتعشى اسمي انت والله قفل الباب طلع والله على سريري الشيوان يجوك الصبح والله ما يجي ايه تعقبني يا بدر الله يخليك خلك هنا 16 مخرج اجيب انا يا روح ورني وش عندك يلا ها يقومونك الشيبان يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال لفته لفته بسيطه يا شباب خوينا زعلان حزين حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير دخل ريشتين اللي بسم الله لا لا ابغى حاجه كذا خفيفه بطاطس تنفش حل عن عيني لا يا سلام سمك ما في شيء ينفشخ كم نسبه الجوع يا كيمو صراحه ما ينفشخ صح صراحة ايش يعني ينفشخ؟ يعني بس بقى عشان ما شاء الله تبارك الله يا سلام هذا احلى وجبة عندي خلاص الحين نتعشى؟ عيال وزعوا ولا؟ كيمو انا ودي اجلس هنا بس والله وقفوك والله ترى خلاص الشباب كل واحد اختار انا اريد اوقف هناك يا شيخ ما مثل ضرب الخمس خمس اشهد لله يقول لك شعر يضرب بخمس لا تبالي الله فيهن دواء المعافي معافى معافى يا ربي من خرمت نشوف فيهن دواء فيهن دواء ان شاء الله تتعشى وتتذكر يلا يا شباب يلا يا ابو زيد جعله بالعافيه يا زياد تعشيت يا اخي النظام حصل صعب يا تروح تاخذ وتجلس يا نوم لا اله الا الله شو برد وغرنت لا كذا كذا اوها اوكي ايش ايش فيك ترى بعد شوي يقول لك ماكو عشاء ادفع شوف خليه يفهم جاهز ونحن جيعانين يلا بسم الله بسم الله يلا فين كبيرنا فين ابو غربي شوفه ابو غربي شوفه ابو غربي والله يلا ناخذ مع بعض يلا يا شباب يلا ناخذ مع بعض يلا فين كبير العقل فين كبير العقل فين كبير العقل العافيه يلا ناخذ يلا بسم الله الله يلا بسم الله شوف وهيبي تعال والله ابو شمر الله يهديك خلي قبل يجون العيال والله العظيم شيء موسى انا مش يا
أتأكد من اليوم برد يا أخي برد. ليه ترى أخويا ولا أخويا بأكل؟ عجيب. ليه الواحد يأكل؟ أنا لا. عجيب. لا يا شباب تعالوا أنا اللي في الزاوية. مش أخذ شيء خذوه. ما تعال أخذت فيه. عند الباب. لا بس أنت أخذت الجهة الثانية هناك. الجهة الثانية اللي جنب اللي جنب اللي عند عباس العقاد. أيوة كده. مدينة نصر. كروم. والله والله تستاهل يا ابو حمد بس خلا تحت ال والله معي انت صاحي كشخ وشو كلهم فلوها فلازم ندمرك لا 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 والله الحمد لله كان موقع سريري بالملي والله والله الحمد لله لا هو الى الباب ولا هو الى انا مبسوط انا مبسوط من اختيار سريري والله سبحان الله ان هذا المكان مقدر لك قبل ما تجي انا والله جاي عند الباب مو عند الباب المقابل الباب عندي شوف اعلمكم حاجه انا ترى انا اخترت الموقع اللي في الزاويه عشان الشماعه بحط شنطي هناك لا حد يمد ايده القى يوم الايام واحد يتمشى بالله يكرمكم الشوز حقي ها بمسك عصر وجهه كذا نظامك ليش الشنطه اللي تكون الله ولا عذاب يا خالد خالد الله ولا عذاب عصر نظامك نفسي نفسي صح اوكي لا تجي تطلب مني تيشيرتات تيشيرتات اطلب انا منك تيشيرتات وانا جايب نص اي تيشيرت بيطلب منك اعلم انك معنا فين اي تيشيرت بيطلب منك اي واحد اذا كان اعطيتني المحش ترى ما قدرت له اقسم بالله الا بالاعاده يمين بالله ما ينفع والله ما ينفع انك تغنى لك والله محش ما ادري شققت التيشيرت عيال السلام والله مسكت الجو طالع تركي دور عبد الكريم دور عبد الكريم ما انا ما انت مالك كنت بضحك وقتها بصراحه لا انا تعرف تخش في السير من حياتك يا راجل لا ها ايش سبب بالدولاب لو سمحت ايوه انا اول ما تخش حق الملابس تاخذ يسار بعدين يمين بعدين سيده في اليسار طيب والله ما تطب ولا تنجل وانا قد هبت ملابسي من امس دقيقه هذا من هذا ابو حامد دقيقه دقيقه هذا هذا يستخدم ايش اسمه هذا جزاي هذا جزاي مش ثيابك هذا جزاي مش ثيابك شرع معك شباب على اللي شيل ثيابك انا شرع علي يا مش ثيابك يا رخم اول نص منك يا رخم اول قرار اول قرار احنا كمتسابقين غرفة النوم يحفظك مصلحة عامة ما هي لحد كيف حلو ايوه جد والله يلعب يلعب بنفسه ما راح انام فيها بشر اخر واحد والله ما راح انام فيها انا بحفظك والله انا راجع هنا هذا اللي جاب ثيابي فلذلك حافظ عليها طول خط وانا فلذلك لا انت قرعه قرعه قراع المصلحه العامه لا ما بتصير ما ابغى لا لا دبر نفسك عليك تخاف علي ايه تخاف علي الله يا اخوي بس سيب تنام ابو عليك دورك محل جنبي فلذلك شباب الازعاج في انا والجميري من اللي ما ناموا ازعاج انا لو طقت يد كذا صحينا انا لا صحينا انا بعد خلاص اوكي اسمها ايش والله اسمها ايش غرفه نوم للنوم تبي تسولف اطلع برا طيب حنا حنا بيسولف شو الوضع طيب برا حنا نطلع برا ما تصح لا حنا نسولف نسولف نرقد لا 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 سامي سامي عطانا عين قال هذه اول فرقه اول فريق مجموعه متكتفه مع بعضهم بس صار نص ساعه طلعت دلالتكم بالشكل ذا اشرع علي جلس تعال تعال ابو غربي اشرع علي اشرع علي غربي والله تعال الموضوع الموضوع انت هذا الموضوع هذا بنيت ذا اقول لك في الزاويه يا اخوان بسم الله والله مشتهي من شاهي شكلك محبط يا راجل بطالع بابا شواردها انا شواردها ويسهر الخلق جرا ويسهر الخلق جرا يا عيني يا عيني يا ويلي انا 50
وينك 50؟ شوف عليك 50 تدري 100؟ 100 حتى 50 50 50 ابعدنا لله والله كثرونا اصبر 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 بلا دقيقة 100 مدري 100 زاد فضلك زاد فضلك ان شاء الله يا مال العافية اشكرك يا وهيب يا عيوني انا ما عن تميز مشكلة صح ما نعرفها والله ما نعرف انا شغال عند العلاقة يا حبيبي الغالي صداع يجي صداع والله الجوع شيء سمعت ابو جاسم سمعت والله صادق ما شاء الله يعطيك العافية يا ريس صادق صادق يا شباب اللي مسوي جاهز يكمل دايس الله يخليك نختمك من عينيا والله من عينيا حبيبي تستاهل والله وأقل شيء أسويه إني بعد لأن هذا لا خلاص والله والله يا بن عادي شايفني صح؟ واضح هذا أنا بدأ بصاصة أنا حبتين حبيبي فقط مع عنبه عنبه نبي عنب يا الربع اوه تبولة هذا 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 يبي له زحم بس فين ملاعق هذه؟ ما ارضى عليك قلنا نصيحة بالدور بالدور بالملي يا حبيبي بالدور بس بطل الفكرة حقة الله ارضى عليك الفكرة حقة هذا تروح تاكل ملعقه من عندك تحرجني والله انا اعطيني صدر اعطيني صدر تحرجني انا اعطيني هذا صدر ما تاكل ورق عنب لا ما كنت هذا هذا صدر هذا الله جاهز لك هذا اهم شيء بالاكل يا عيال ما في ملعقه كبيره حطيته يا عيال يا شباب على السريع على السريع اشكرك يا معاذ شكرا ايش يا قلبك كتف يا عم في يلا تعال يا اسحاق كثير كذا صح؟ دخت عبدين على المسك اشوفك انا قاعد اشوف عفول بس الله يرضى عليك اوه كذا كثير بس خلاص سي ماتش يا والله يا والله اي لازم ضروري اقول لك الحمص شفت يزيد صح ايش كاتب ها والله حقيقي اشكرك بعدين ممتاز في الرجيم شبعك ايش كاتب يزيد ومنه قليل بس شبعك يلا لعله خير ما تشبع ابو اشكرك هذا شو حركات حلوه بس هذه اي نعم صح في حاجه اي نعم هذا فينا ما اسمع استغفر الله دقيقه بس بمشي شوي ورق عنب كثر لي مهروقه كثر لي انت كيف تلعب؟ هذا ايش تتوقع؟ ايش؟ كيف اليوم خلاص كيف بس؟ خلاص عبد الله صغيره صغيره بس اعطينا صدر لا خلينا المحروق انا ايوه انا كثر لي مهروقه ايه دي بيدك بيدك يلا بالله والله العظيم بتعب كذا ها امشي وعايزه عايزه يعني تكون مقطعه ايوه جود يو ار فيري جود انا عايز الحته المحروقه دي بس انا محمد نقعد لباكر ان شاء الله ايه بس اعطيني اي سكينه هي اديني الحته المحروقه بالله يا الله يحفظك يا ابن النيل ايوه كثر لي مهروق
اي بهات الحته المحروقه راح الحته المحروقه بعطيك مكان تسلم ممكن هذا هو هذا تقصد هذا اي كثر لي محروقه ها اعطينا من تحت محروق طب ده ايه يا باشا ده ابن النيل ده بعد شوف انا خلص من وين اللين في اللين هذا لا يا حبيبي يا ريس مشكور شكرا شكرا جزيلا يعطيك الف عافيه هذا سمك بس ما ينفع سمك الحين ما ينفع شيء كلش هذا شنو هذا الرجال الطيب وزع على اللحم انا ما اخاف عنه لذيذ ما شاء الله ما كل حد ما في ما في مرق كيف حال الشباب يا رئيس ما في مرق شيء مرق ما فيش افا شلون تاكلون انت بدون مرق لا الحمد لله الحمد لله على الناس يا اخي ركزوا ركزوا عبي هذه ما شاء الله والله شكرا مرة يا شيخ المندي أهم شيء شكرا مرة هذا 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 أيوة أوه وش ذا خلني أخذ أنا وش ذا أيوة قصري نفسه ما عليك سوي نفسه ايوه شوي والله الروبياني اذا اكلته يا عيال هذا وش ذا؟ ربيع هذا روبياني هذا مو روبيان استاكوزا شلون يوكل انا شال بحريه بعدين انا حساسيه يا واد لين خلاص ابو جاسر الله يهديك هذه يا حبيبنا وات هذه وش ثواني ثواني بس شكرا حبيبي بعد راسي والله الله يسعدك يا امين بالله يلا يا عيال احنا ننزل لا يا شيخ سموا سموا يا الربع سلموا هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سموا سلموا وكثروا الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم يعطيك العافيه وانت منهم من هو يا ابو مبارك اسمع خذ لك صحن تعرف تضبطه ولا اجيك ابو صالح يضبط الدنيا كلها ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والله يعتمدون على بعض كثير ها؟ اللي يعتمدون على بعض كثير بسم الله الرحمن لا مخرج الدنيا عم الله يا اخي يا شباب يا اخي الله يوفقك يا تلحق ما تلحق يا ابو غربي الله يوفقهم لازم داخل الشرح ابو غربي هذا وقت الشرح ذاك اليوم على الطاوله تذكر اللي كذا يا حبيبي انا ما الوضع مزمن يا عيال الوضع عجزم الحلق ما يقدر ينزل والله نفس وضعي شيخ مندي شيخ غال الوضع مزمن هنا هنا في حفريات عصير عصير تنزل ما ابغى اسود اسود اكفى يا غالي ها قاعد يقول له من قبل لا ياكل افضل اسود افضل اسود ها استغفر الله تقبل شيء يا ربع هلا حبيب قدام حبيب لا سلمان خاف ما شاء الله اللحم زي الموس والله تمنيت ان عندنا الله ايوه يا شيخ كبير ما شاء الله يسعدهم يفتح لهم الخير ان شاء الله نامي بسم الله الرحمن الرحيم زي الحلاوه بدا صرت انت اللي تقدمي يا شيخ مش لك شنو خل واحد يقعد لا 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 ما في ارض ما في ارض احس مشافك انا احس مشافك مليان حد تبي حريق انا انتظركم خذ لك صحن مين هنا مين؟ في ذبيحه ثانيه ما حد تك تك ما حد ما حد ما حد اقعد احنا كنا جايبين سمك ولحم شروني معك ايش دعوه كنا جايبين سمك ولحم اجلس لا تشروني معك يلا خلوك عيون خالد قوم يا خالد ضبط نفسك مخلود يلا من هنا قوم ها
حلال تزبط عمرك. شوف 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 قاعد كنا واحد هنا. شوف شوف شوفها شوف احس انها ابو غربي يا اخي والله قاعد اعمل منها. ها ها ابو غربي لا غربي هذه الجميع هتوضحوني مع العربان تكفون مع الغربان الاسود بينزل ولا باجي اسوي مشكله مش اكمل الحين اقول لك والله ما اقدر انزل شيء ما اقدر بس يا عيا بالعافيه يا كبار يا عيال هنا يا عيال من دم ضعيف ذي نشب اليوم نشب دمه وين في نشب انا والله العشاء ابو عزوز شوف شوف عشاي بالله مع نفسك يا سعود والله رز ناشف رز ناشف وطواق وهيبي احد يجيب له تكيت شادي بالله صدقته المقام ليس مقام لا لا انت يعني شوف اللي جاي كلنا عارفين تمام اي شيء يجيك في ريحه وانك تطب الحفره والله نم والله نم قلال المروه هم ذول قلال المروه اللي يقولون ما في احد هنا انت قلت يتحدى هنا بعطيك بكرسي ما قلنا اللي هنا هو قال احد هنا وانا بحاول اه يا حمدي عفوا يا سلام ابو حامد الله التوت ما يمشي مع الكلام ده ابدا لا والله يمشي حلو بالله توت طيب اللي يبغى شربات يا محمد حمدي توت جميل اديني توته عارف ما يشوف من التوت موجود حلو لا راح ماكله هذا بيبسي والله جزاك الله خير زين زين بس اللي يجيب ليت وهيبي اهم شيء انت وهيبي مين بهذا يا جماعه يسمونه في منتصف الجبل لحم ما قلت لك مشوي ماكل ماكل دي بس لحم شويه الله يستر عليك يا سطر ما ادري لا يا زيد من جده الله يوفقهم لحم يا حبيبي يا جماعة الخير صدقني زيد كاتب لكم زياد ايوه ايوه كويس زياد جماعة الخير سابقينك ترى والله زيد شوف كاتب كوروني بدعوة صراحة رسالة الله يوفقه قوية الله يوفقه لا تنسونه الصراحة يوم طلعت من الغرفة مرة اشوفه هنا كاتب الصبورة كوروني بدعوة التعليم معك سكين التعليم التعليم هات حبيبي الله يرضى عليك ارجع التوت في الحياه من يد من عدماش ها حبيبي لا لا شكرا يوم العيد يوم العيد لا عاد شلون احنا مارين من هنا لا في زايد شيء والله عصير توت رهيب عصير توت رهيب بيجي قريب عليه شوي في عصير برتقال لا ابو غربي التوت يا ولد التوت يا شباب الشوط الثاني الشوط الثاني انت خلصت المباراه النهائيه شويه 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 ايش بقى هذا نفسه يا جماعه الخير اول اسبوع قطه تمشي قطه بريال ريال 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 نفطر يا عيال مو كذا مع نفسك انا عبد الله الجميري قال لي لا مع نفسك بالبداية قال ما في بالبداية إلى ما ينتهي البرنامج قطة قطة إلى ما ينتهي البرنامج والله أقصى ما تقط معي واحد يا قلبي زبد له قال ما أبغى أقط معك عبد الكريم ما أقط معك أنا ليه أبو أنت فقير إي والله إيه ما فضيلك أنا أجي أتورط وليل اشتبه لا 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 ما أبغى لحم لا أنا بسوي والله هذا عندي عارف وزنيته أنت عيال لو 24 سابق استغفر الله ترى لا والله ما ابغى لحم والله ما ابغى لحم والله خلاص اخذت ربيان ابغى لو 5 ريال ما دجاج دجاج ها وين كنت؟ اقول خذ صحنك ووزع نفسك سريع دجاج واحد ورط واحد لا تورطني معليش انت اللي اخذته تحمله خذ له وين كنت؟ محمد عبد الله انا انشر الحب والسلام لما تعجبني قاعد تكتب على السرير انا عارف والله يعني انا عارف
قاعد ثبت العقد خلاه تلقراف يا رجل بالله صادقين والله يسوونها يا اخي بصوا يكتبون والله بغربي بغربي ما ابغى اجلس ما ابغى اجلس انا يا عيال بسوي قرعه على سره نظام من سبق لابق هذا بطلوه انسى هلا بوسرين ناقص بوسرين ناقص ابو علي بعد ما تمر نزل لي واحد هنا توت حرامي بس كافي انا ما اشرب التوت مفيد للصحه مهما تشرب منه ما يضرك لا برضه نزل واحد شي بدايه هذا يرفع اوكي جميري تشرب توت كثير مع الاكل انا اكل توت ايه شوف شو اسمه ذاك خوخ مو خوخ افوكادو لا مو افوكادو حساب انت لا قصده الجزر ليمون نعناع ليمون نعناع ليمون نعناع والله ليمون نعناع بشكل اوروبي بطل اوف يعني هذا توت ثقيل شوي ثقيل حتى انا ابغى اسود هذا تونا على التوت ايش بك انت تغيرت والله انا كثرت كثرت رز يا رب سامحني يا الكل كثير بكره نقزه ها بكره ما ابغى شيء والله انا اوفرت يا اوفرت بالاكل اوفر والله شيخ المندي دلعنا عشان ينكبنا بكره فهمت لا يعرضونك قدامك لا 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 بس بس الله يسعدك انتبه جدار ينكب يا انتبه بعد انزل الطاوله يا في انتبه تذكر بتمشي طالع طبريه ما حد سمعها وش راحت راحت لا تدق قلت دي عندك كيوي يا خالد جبت البرتقاله هذه ما ادري ايش كيف تاكل طحينه فاض طحينه بس هذه كيف؟ تقلب ملعقه؟ خذ منها طحين فاضيه لا 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 والله يعني هي طحينه فاضيه برتقاله حمص بالرمان صح؟ كيف تاكلها؟ كيف حمص بالرمان والقاعدة نفس مدام دخلت والله ما يفرق مدام دخلت اي برايم يفرق والله العظيم ويشهد الله انه من خلاص الايام هذه شفت وجه الطيب انه الحمد لله الحمد لله والخير اللي مختار الله اللي مختار لك الله انا اتكلم عن برايم اي وقت يكون خلاص لو اول واحد بعد قيله شوي بس عادي لا لا مدام دخلت الكلام مدام دخلت انا يا اخي لا لا فينا يعني في ناس قاعده تتعب تصوت لك على اساس انك تطلع يعني يوصلك اخر شيء فلا تقول لا الواحد يقاتل قدر الامكان لا هو ضربا اقل الاحتمالات يعني حلو حلو المسابقه يعني ايش باتفاقات يعني فاهم في موضوع الصرفيات كيف الواحد يدير موضوع صرفه ذا مرة صعب صرفنا ها صرفنا صعب انت صرفنا بيكون صعب والله صعب يا اخوان والله مره صعب لا احد يعني انت مسؤول عند هنا 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 لما تكون انسان سمين متعود تاكل والله شوف ما دخل سمين ولا لا لا متعود تاكل سمين متعود تاكل ما له دخل الحجم كثر الاكل لا هذه من بالفعل ها دخل اكل في ناس نحاف ايه في ناس ان شاء الله بس تعرف ايش الهرجه كمان برد والبرد يخليك تجوع بسرعه صح هذه مشكله هذا صار محطه في الشتاء ايه لا اصبح هي اولك جميع الوسائل انك تصرف فيها لا ولا عندك الا شيء لا ما في وفي مغريات يقولون زي كذا والله تمر تشوف الشيء هذا يدور كذا اول ما جينا هنا جلسنا هنا والله تشم الريحه والله لا تدفع بعدين احنا كورت المباراه حق ال1000 والله لا يا حبيبي اكثر ناس تخاف ابو الالف يجيك في البدايه جاعص كذا انه معاه فلوس يديك ادي اسبوعين احنا وين بدر يا الرابع بدر وينه بدر وينه يا عيال نادي فينه بدر عيال ما جبت اسمك الفيليه ها اسمك الفيليه ويلي طنطن بدمك اتكيت 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 اتكيت
يضرب كذا حار يمكن الاكل الجميري ما له حل والله ما له حل والله الجميري ما له حل انت متحمس ايه انت متحمس جوع البرد اول انت واخر طيب كيف الزحام ينطرح علميا هذا يسمونه تكيف لا تذكرنا يا سلام انت لا والله انا قاعد اتذكر الشباب اقسم بالله في بالي هم ايش فيهم هم في بالي الحين ايش يحسون فيه والله العظيم هم ايش يحسون فيه ترى مين بسيطه مين بسيطه افكر في اللي دعموا وتعبوا ما هي بسيطه مره الحين هذا الجانب السلبي تعب هو وصل رساله كويسه بعضهم صوروا وصلوا كويس بعضهم ايش تسوي؟ والله طلع لك كيفيه سطرت والله فقير مريض فقير كيف كيف يضحك يا شباب رساله تكفى الله يسعدك لا تقلد لا تعرف مرة ثانية جبت فيه لا والله تجي سطام سطام تجي مو بسيطة صح زياد مشكلة إعلاميا مو بسيطة سطام؟ إي بس الطراز الأول الدافع فلوس لا لا الإعلام حتى في الجمهور مو بسيط لا 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 في ناس أنا تابعت الفترة اللي فاتت ردة الفعل مو بسيط يعني عنده قاعدة قوية ينحب والله محبوب وترى هذه خير من الله لعل الله ما اراد على طول قال وايد والله انه بخير اذا كملنا يكون مذك ما خير حاجه شفت ال الاشاره ها مع صدق كل شيء وهو خير وهو يا ابي شو اسمه فراغ الهواء نسال الله لهم الخير يمز الضحكه يوم جيبها بسناب اخر اخر ضحكه وترى امانه في عاتقنا خلاص انا قلت اليوم انا قلت حاجه اليوم قبل اخر سنابه قلت عندنا حاجتين الاولى انتوا امانه في اعناقنا وما يرفضوا من قول الذي يرفض العتيد الثانيه احنا جايينكم نقول زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك الحياة بلا تفاني كالقصيدة بلا معاني واحسب الوقت بثواني زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك خلي لك في الجد راية واجعل الإقدام غاية نبتسم لك في النهاية زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك انطلق ويدي بإيدك فرصتك خلها تفيدك بالتواضع رب يزيدك زد رصيدك زد رصيدك زد